لما النهارده من اول حلقه وابطالنا الكبار جدا في كل الالعاب مشرفينا ورافعين راس مصر، والنهارده لما تقعد قدام، دايما لما بقعد قدام ابطال العالم فعلا بكون سعيد، ولما اقعد قدام بطل عنده 17 سنه وبطل عالم مفيش اكتر من كده فخر. صدقوني بكون سعيد جدا بابطالنا، لان انا عارف ان هم في المحافل الدوليه الجايه هيكونوا ابطال عالم كبار، وده شيء مهم جدا لازم نبتدي ندعمهم من النهارده لغايه ما يبقوا ابطال عالم، لان هم متواجدين في ساحه ابطال العالم. خلينا نرحب بنجمنا الكبير، النجم الكبير كابتن مصطفى اشرف قرني، لاعب منتخب مصر في الرمايه وبطل من ابطال العالم. كابتن مصطفى منورني ومشرفني. شكرا. عايز اقول لك يعني بصراحه شديده كده لما نبدا الحوار، الناس مش كتير عارفه الرمايه ومش كتير عارفين مين مصطفى اشرف قرني. لو قلت لك مين مصطفى اشرف قرني في الرمايه؟ انا رومي ناشئين، عندي 17 سنه، في نادي الصيد، بلعب مع نادي الصيد. دي الرياضه اللي انا بقالي كتير نفسي العبها، وعلى طول بشوف اهلي بيروحوا النادي وكده وعلى طول بروح معاهم. بدات من جدي لابويا وبعدين انا بكمل بقى. جريت مني بسرعه قوي قوي قوي. 17 سنه عندك مظبوط؟ 17 بتدرس. سنه كام دلوقتي؟ انا في ثالثه ثانوي. ثالثه ثانوي؟ اصعب سنه في التاريخ. كل الناس دايما يقول لك ثالثه ثانوي دي اصعب سنه في التاريخ. لكن خلينا نروح لبداياتك ووصولك ملعب او ميدان الرمايه في نادي الصيد. طبعا نادي الصيد مشهورين بالرمايه. وبتقولي بابا وجده، يعني الموضوع مختلف شويه. يعني دايما الناس تقولي بابا، لكن انت بدات من جده. نبدا من جده كده ونقول ايه الوضع شكله ازاي. تمام. جدي كسب بطوله اوروبا. لا انت عايز اسم جدك؟ لا معايا كده بقى. جدي اسمه مصطفى قرني. مظبوط. انا متسمي على اسمه. كويس قوي. هو كسبان بطوله اوروبا ما شاء الله، والبندقيه اللي انا بستخدمها اللي بلعب بيها دي بتاعته اصلا. بتاعته هو؟ بتاعته هو. لا خلينا بقى البندقيه دي هنتكلم فيها في قصه تانية، بس خلينا نكمل الاول العيله. بعدين وجدي الحمد لله كسب بطولات كتير قوي ما شاء الله. بعدين بابايا. بابايا يعني الاكتريه بيروح يصطاد، هو غاوي الصيد اكتر من الرمايه. كابتن اشرف قرني. تمام. ودي يعني هو، وطبعا بيشجعني اقصى حاجه عنده ان هو يساعدني في الرمايه دايما. انتوا بداتوا بالصور سريعا، ايه ده؟ حطوا لك صوره سريعه جدا، الصوره دي ايه؟ دي انا وجدي. دي اول بطوله انا اخدها معاه، دي كانت دي اسمها بطولة الكبير، ونفس اللعبة اللي انا كسبت فيها بطولة العالم. هي دي. هي دي. طب عايز اقول لك على حاجة، قلت لي حاجة مهمة جدا، قلت لي انا بستعمل البندقية او صح كده؟ البندقية بتاعة جده. هو مش في تطور حصل ولا الموضوع مختلف؟ لا هو كناشئين لا ما لهمش بنادق غير بنادق النادي. كويس. ولو بنادق عيله، بس انا لو عندي بطوله بره لازم اخد جدي معايا، مع انه عنده 72 سنه بس لازم اخده معايا عشان احرك البندقيه عشان رخصه سلاح. هو اللي لازم يسافر معاك؟ هو لازم يسافر معايا. دي جديده. عشان كده متعبه. متعبه طبعا. ف يعني ما بتحركش بيها غير في النادي معظم الوقت تمرين، لو في بطوله كبيره هو بيجي معايا. داخل الميدان. داخل الميدان هو كل